بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 105. نو كونتينيو افيك لا باج 105. 105 إذا نتكلم عن 105. 105 إذا لا باج 105 الصفحة رقم 105. او ديبي دو لا باج اون ا لو ميم تيتر كوم افون. إذا في أول صفحة عندنا نفس العنوان كما سبق. او ديبي دو لا باج اون ا لو ميم تيتر qu'on a déjà vu. في أول صفحة عندنا نفس العنوان الذي رأينا l'aventure d'un arbre. إذا نتكلم عن مغامرة شجرة. إذا جولي أنا أقرأ l'océda secou ses branches et s'en va. l'océda secou ses branches et s'en va. On a le verbe secouer et pas le verbe secourir. عندنا فعل secouer وليس فعل secourir. le verbe سكورير المقصود بأنك تنقذ، أنك تدافع عن. إذا نتكلم على لوفير سكورير نقول مثلا السكور يعني النجدة، المقصود طلب المساعدة. إذا سكورير المقصود بأنك تساعد، لكن هنا عندنا لوفير سكوي. ici on a لوفير سكوي qui veut dire agiter fortement. إذا المقصود بأنك تهتز بقوة. agiter fortement سكوي المقصود به agiter fortement يعني أنك تهتز بقوة. agiter fortement ou bien ébranler يعني أنك ترج. le cèdre secoue ses branches c'est-à-dire que le cèdre ébranle ses branches. le cèdre agite fortement ses branches. sur cette image comme nous le voyons comme exemple on a la branche d'un arbre. sur cette image comme nous le voyons comme exemple On a la branche d'un arbre. إذن كما نرى عندنا غصن شجرة. branche المقصود بالغصن. نقول مثلا avoir de la branche. إذن المقصود أن يكون لك غصن. ما معنى هذا؟ ما معنى هاد العبارة ككل؟ هاد العبارة تعني ككل تميز بالأناقة. إذن المقصود بها se distinguer par son élégance. عندما نقول il a de la branche يعني هو عنده الغصن المقصود بها il se distingue par son élégance. il se distingue par son élégance هو يتميز بالأناقة. elle a de la branche هي عندها الغصن c'est-à-dire elle se distingue par son élégance يعني هي تتميز بالأناقة. tu as de la branche يعني أنت أو أنتي تتميز أو تتميزين بالأناقة. هذا يشبه إلى حد ما العبارة المغربية عندما نقول لشخص مثلا راك منور كما نقول أنك أنت مزهر. إذن عندما نقول لشخص راك منور يعني واش هو عنده هاد النوار يعني الأزهار. طبعا هو فقط مثال. نفس الشيء هنا نقول أيضا vieille branche. إذن نتكلم عن كاماراد انتيم كما لو نتكلم عن صديق حميم. إذا نتكلم عن كاماراد انتيم إذا نقول كاماراد انتيم أو بيان فيي برونش. طبعا في النص نتكلم عن الأغسال الحقيقية لو سيدر سوكو سي برونش إي سون فا. إذا نتكلم عن شجرة الأرز أنها ترج وتجعل ينتفض. ماذا؟ تجعل أغصانها تنتفض ثم أن ترج أغصانها إي سون فا ثم تذهب. ممكن أننا نقول إي سون فا في الغالب نقول سون فا. هذا هو لو برونومينال ديال لو فيرب ألي. لو فيرب برونومينال ديال لو فيرب ألي هو سون ألي على عكس بقية الأفعال. مثلا نتكلم عن لو فيرب أغيطي. أغيطي يعني أنك توقف. ساغيطي يعني توقف. نتكلم عن سو أغيطي يعني أننا نضيف هاد سو. مثلا نتكلم عن باطخ إي سو باطخ. باتخ سو باتخ. نتكلم عن سو باتخ يعني تصارع أو تعارك. إذا نتكلم عن سو باتخ نضيف هاد سو، لكن مع لو فيرب ألي مع فعل ذهب نضيف هاد أون. إذا لو سيدر سوكو سي برونش إي سون فا. إذا نتكلم عن شجرة الأرز أنها تنفض كما نقول أغصانها إي سون فا ثم تنطلق في اتجاه ما. روغاردون ليماج سور سيت إيماج كوم نو فويون أون أ Le cèdre qui secoue ses branches et qui s'en va. On a le cèdre qui secoue ses branches et qui s'en va.
Comme nous le voyons, on a le cèdre qui secoue ses branches et s'en va, c'est-à-dire qu'il a commencé à marcher. Si nous regardons en bas, nous voyons ses racines qui se transforment en sorte de pied, et voilà, il a commencé à marcher. Et donc, comme on a vu l'asphalte, عندنا الجذور التي تحولت إلى شكل رجل. Nous voyons ses racines qui se transforment en sorte de pied et qu'il a commencé à marcher. في الأسفل عند الجذور تحولت إلى ما يشبه الرجلين ثم أنه بدأ يتمشى. Dans le lac. Voilà sur l'image, on a un lac. إذن عندنا بحيرة. بحيرة يعني تكون في الماء. Dans le lac, في البحيرة, une grosse goutte d'eau. Voilà, c'est une goutte d'eau. Comme nous le voyons, cette femme est grosse. C'est une grosse femme. C'est une grosse femme. إذن نتكلم عن امرأة ضخمة. Elle est grosse. هي ضخمة. Elle est grosse. هي ضخمة. La goutte d'eau. إذن نتكلم عن قطرة ماء. Une grosse goutte d'eau. إذن نتكلم عن قطرة ماء ضخمة. Entend. C'est le verbe entendre. إذن هذا فعل سامع. Une grosse goutte d'eau entend les paroles du cèdre. إذا نتكلم عن قطرة ماء ضخمة entend les paroles du cèdre. يعني أن تسمع كلام شجرة الأرز. Il lui dit, ثم تقول له. إذا نتكلم عن une grosse goutte d'eau entend. إذا نتكلم عن قطرة ماء ضخمة entend. يعني أن تسمع. إذا كما قلنا هذا فعل entendre. نقول j'entends, tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. إذا j'entends يعني أنا أسمع. J'entends les paroles du cèdre. أنا أسمع كلمات شجرة الأرز. Tu entends les paroles du cèdre. أنت تسمع كلمات شجرة الأرز. Il entend les paroles du cèdre. هو يسمع كلمات شجرة الأرز. Ou bien elle entend les paroles du cèdre. هي تسمع كلمات شجرة الأرز كما عندنا هنا. Il lui dit. ثم تقول له. Je pars avec toi. Je pars avec toi. أنا أنطلق معك. المقصود أنني أذهب معك. C'est le verbe partir. C'est le verbe partir. إذا نقول je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Je pars avec toi. Tu pars avec lui مثلا. أنت تذهب معه. لا يمكن أن نقول مثلا tu pars avec toi. أنت تذهب مع نفسك. إذا تقول مثلا tu pars avec lui. أنت تذهب معه. Tu pars avec moi. أنت تذهب معي أو تنطلق معي. إذا تقول هي Je pars avec toi mon ami. أنا أنطلق معك أو أنا أنطلق معك mon ami صديقي. طبعا شجرة الأرز كما قلنا فيما سبق هي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية. إذا Je pars avec toi mon ami. أنا أنطلق معك صديقي. إذا كما لو تقول لها أنا أنطلق معك صديقتي. إذا Je pars avec toi mon ami. La goutte d'eau. إذا نتكلم عن قطرة الماء embrasse sur cette image comme nous le voyons on a une petite fille qui embrasse sa mère comme nous le voyons sur l'image on a comme exemple la fille embrasse sa mère la fille embrasse sa mère la petite fille embrasse sa mère البنت الصغيرة تقبل أمها on a le verbe embrasser إذا عندنا فعل قبل dans le texte on a la goutte d'eau embrasse le lac et le quitte. Dans le texte, on a la goutte d'eau embrasse le lac et le quitte. Et dans le texte, on a la goutte d'eau embrasse. يعني أنا تقبل. تقبل ماذا? Le lac et le quitte. يعني أنا تقبل البحيرة et le quitte. ثم تتركها. طبعا البحيرة كلمة مذكرة أيضا. إذن كما نقول أن تقبل البحير. إذن هي تقبل البحيرة et le quitte. وتتركه المقصود وتتركها on a le verbe quitter إذا عندنا فعل ترك يعني أنك تتخلى عن شيء إذا la goutte d'eau embrasse le lac et le quitte et voilà les deux amis qui partent à l'aventure وها هما كما نقول et voilà les deux amis وها هما الصديقان qui partent اللذان ينطلقان à l'aventure إلى المغامرة Et voilà les deux amis qui partent à l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on désigne par les deux amis? Qu'est-ce qu'on désigne par les deux amis? Madan ani bikalimat deux amis, sadiqan. Qu'est-ce qu'on désigne par les deux amis? Les deux amis ce sont la goutte d'eau et le cèdre. Les deux amis signifient la goutte d'eau et le cèdre.
لي دو زامي سينيفي لا غوت دو اي لو سيد. إذن الصديقان نقصد بهما قطرة الماء ثم شجرة الأرز. أبخي هنا جو روتيان، جو روتيان سي لو فيرب، سي لو فيرب روتونيغ، سي لو فيرب روتونيغ يعني أنك تحصل شيئا، روتونيغ يعني أنك تحجز وتبقي على شيء. إذن كما نقول أنك تحصل، هنا عندنا واحد المجموعة ديال الكلمات خاص الإنسان يبقوا عنده. بمعنى آخر جميل أنك تتذكر كل ما رأينا، لكن أضعف الإيمان أنك تبقي على هذه الكلمات. كيس كون فوا سور لا بروميير إيماج إون غوت، إون غوت، إون غوت. إذن عندنا قطرة، ممكن أن تكون قطرة ماء أو قطرة سائل آخر. إذا نتكلم عن إون غوت. سور لا دوزيام إيماج كيس كون أ سور لا دوزيام إيماج كيس كو سي سي لا برونش، سي لا برونش، سي لا برونش. Et sur la troisième image, et sur la troisième image, elle est grosse. La femme est grosse. Elle est grosse. On a une grosse femme. عندنا امرأة ضخمة. إذن عندنا هنا طبعا نأخذ الكتابة الموجودة عندنا هنا. Elle est grosse. Elle est grosse. هي ضخمة. Et sur la quatrième image, qu'est-ce qu'on a? Elle embrasse. Elle embrasse. هي تقبل. طبعا الجملة هنا غير كاملة، هنا التركيز فقط على الفعل، هنا فقط لكي نعرف معنى فعل أمبغاسي. إل أمبغاس هي تقبل. لا بتيت في أمبغاس سامير، لا بتيت في أمبغاس سامير. إذا نتكلم عن الطفلة الصغيرة تقبل أمها مثلا. إي أون فا أون كومبيتونس، كومبيتونس يعني قدرات. على لا فان دو سيت سومان تو سوغا كابابل، سيرا على الفقرات المماثلة كما رأينا فيما سبق. À la fin de cette semaine يعني في نهاية هذا الأسبوع tu seras capable، أنت ستكون قادر أو أنت ستكونين قادرة. طبعا نتكلم على المستقبل، أنك أنت أو أنت ستكون أو ستكونين. إذن tu seras، tu seras، je serai، أنا سأكون، tu seras، أنت ستكون، il sera، هو سيكون. إذا tu seras capable، أنت ستكون قادر. أنت ستكون قادر على ماذا؟ طبعا هناك نقطتين ثم أنك ستكون قادر على مجموعة أشياء التي تشير لها هذه الأسهم. إذا أولا d'exprimer un souhait، d'exprimer un souhait على التعبير عن متمنى، de lire les sons. أيضا ستكون قادر على قراءة الأصوات، de lire les sons. المقصود هنا à la fin de cette semaine، في نهاية هذا الأسبوع tu seras capable d'exprimer un souhait، يعني في نهاية هذا الأسبوع أنت ستكون قادر على تعبير عن متمنى. ثم de lire les sons، de lire les sons، ثم قراءة الأصوات. معنى هذا à la fin de cette semaine، تعيد هذه العبارة المتكررة، tu seras capable، أنت ستكون قادر، de lire les sons، على قراءة الأصوات. De lire les sons على قراءة الأصوات. G et on ثم الصوت on. إذن ستكون قادر على قراءة الصوت. G et on ثم ستكون قادر على قراءة الصوت on. يعني أن تنطق on. ثم فاصلة. Les mots et les phrases les contenant. ثم الكلمات et les phrases والجمل les contenant المتضمنة لها. يعني المتضمنة لهاد الصوتين. إذا نتكلم عن الكلمات المتضمنة لهذ الأصوات ثم الجمل المتضمنة لهذ الأصوات. إذا أنت ستكون قادر أولا على قراءة الصوتين، ثم ستكون قادر في نهاية هذا الأسبوع على قراءة الكلمات المتضمنة لهذ الصوتين ثم الجمل المتضمنة لهذ الصوتين. ثم décrire correctement les sons étudiés، ثم décrire correctement les sons étudiés، كتابة بشكل صحيح ليسون إتيديي. إذا نتكلم عن الصوتين المدروسين، الصوتين المدروسين، نتكلم عن الصوتين اللذين درستهما. إذا نتكلم عن الصوتين المدروسين ليسون إتيديي، ليسون إتيديي، ليز إتيود، إذا الدراسات. إذا نتكلم هنا على لو فيرب إتيديي يعني أنك تدرس.
هنا d'écrire correctement les sons étudiés. إذا نتكلم عن كتابة بشكل صحيح للأصوات المدروسة. ما معنى هذا؟ طبعا هذه الجملة هي تابع للجملة الأولى، هي تابع للعبارة الأولى مثل بقية العبارات التي تأتي بعد الأسهم. إذا هي تابعة للعبارة الأولى التي بدأنا بها. كما قلنا à la fin de cette semaine، في نهاية هذا الأسبوع tu seras capable، أنت ستكون قادر على. ثم ذكرنا مجموعة أشياء أنت ستكون قادر عليها في نهاية الأسبوع، من بينها d'écrire correctement les sons étudiés، من بين أنك ستكون قادر على الكتابة بشكل صحيح هذه الأصوات المدروسة، ثم في النهاية de comprendre l'importance de l'eau. طبعا كل الناس تعرف أهمية الماء. أنت ستكون قادر في نهاية الأسبوع على معرفة أهمية الماء. إذن de comprendre، c'est le verbe comprendre. هنا طبعا لم يصرف لأنه أتى بعد دو، الأفعال اللي تجي بعد دو، وهناك حالات أخرى يعني أنها لا تصرف. de comprendre l'importance de l'eau يعني على فهم أهمية الماء، على فهم أهمية الماء. إذن في نهاية الأسبوع أنت ستكون قادر على فهم أهمية الماء. نتكلم عن l'importance، l'importance يعني الأهمية. إذن هنا كما لو نتكلم عن المصدر نتكلم عن l'importance، إذن كما لو نتكلم عن مصدر، إذن كما لو نتكلم عن اسم ولا نتكلم عن فعل أو عن وصف أو عن نعت. عندما نريد القول بأن الماء مهم نقول l'eau est important، l'eau est important ou bien l'eau est très important. إذا الماء مهم، l'eau est important، الماء مهم، أو نقول l'eau est très important، l'eau est très important، يعني أن الماء جد مهم. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.